مشاهدي قناة وتفي، أهلا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. صباحكم لكم ونهاركم مبروك. كيف ما كنتم معنا حتى الآن في شوارع مدينة الدار البيضاء وفي هذه الجولة الصباحية اللي من خلالها كنقربكم من طريق الأجواء. يعني شوفوا الأجواء تزامنا مع الاختناق المروري اللي كيف في الشوارع شوارع العاصمة الاقتصادية. كل صباح كنبغي منكم يا ربي تدعيو مع الوليد ريان، يا ربي الله يحفظه الله ينجيه، وان شاء الله يا ربي يخرج سالم يا ربي ويخرج عند الاهل ديالو. كاملين قطع عليهم قلبهم، ومن غير المغاربة اي واحد شاف شنو وقع للطفل ريان غيكون اكيد قطع له قلبه. يعني كنتمنى اي واحد دخل هاد لو لايف هذا يدعي مع داك الوليد. ميرتي كنا ما فهمتش في اللايف الاخر واش مشى، لا مازال اللايف الاخر غيكون في شوف تيفي لايف، مازال اللايف الاخر تقريبا راه في ساعتين ومازال راه حابك تقولنا. بغي نعرفو واش جبتو الطفل ريان، مازال اختي ما جبتوش الطفل ريان، كندعيو يا ربي جبتو يا ربي تحفظو يا ربي. يشوف في لي لايف ديال الطفل ريان راه كاين يشوف تي في لايف ومازال لي لايف متواصل ان شاء الله حتى يجبدو يا ربي. شوف تي في لايف، لا ما حبستش اللايف ديال شوف شاون، اللايف ديال شوف شاون كاين شوف تي في لايف، وكاينين بزاف اللايفات ديال الطفل ريان من الاول حتى الاخر، وان شاء الله حتى يتجبد ربي ويكون على خير. كاين صحفيين وراسي
هادي يا ربي. وهادشي هذا باش غادي نختمو مشاهدي القناة تشوف تيفي باش نختم هذا المباشر هذا. كنتمنى من اي واحد يدعي لها ريان ونوصلنا لنهاية الفيديو. كنشكركم على حسن المتابعة، كنشكركم على التفاعل ديالكم، والى اللقاء.